والله يعني مشاريع مادة مستقبلا يعني، بس لحد الان ماكو مواعيد تزيد اذا ما تصادق على المشاريع، ما نعرف شو تصادق يعني، بس السعي مستمر لها يعني. فبصراحة ما نقدر ننطلق الفترة المستقبلية، هي الفترة المستقبلية وراح يتم يعني استهداف هاي المشاريع وتنفيذها. وطبعا يعني حال ارسال تخصيصات للبصرة، تخصيصات 22 على يعني تعرفين هاي مشاريع جديدة فتحتاج الى تخصيصات جديدة، ان شاء الله بوصول تخصيصات مباشرة.